وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. مساء الخير سعادة الشيخ. هذا المؤتمر الذي يأتي برعاية ملكية سامية ويسلط الضوء على دور التعليم في تعزيز قيم التسامح تاريخيا في مملكة البحرين، ويتزامن أيضا مع اليوم الدولي للتسامح، كيف يسهم هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات التي تقومون فيها سواء داخل البحرين أو خارجها في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز وأيضا تحقيق أهداف هذا المركز المهم؟ في الواقع نحن طبعا نرفع أولا أسماء تهنئة لجلالة الملك وشكر وتقدير لرعايته الميمونة لهذا المؤتمر. كما ذكرتم الآن أن هنا في الحقيقة في هذا المؤتمر يمزج بين عنصرين أساسيين، أولهما الاحتفال بمرور 100 سنة على التعليم النظامي في البحرين، وثانيا في هذا العام أيضا اخترنا عنوان التعليم ودوره في تعزيز التعايش السلمي في تاريخ البحرين. وطبعا هذه الحقيقة يتماشى تماما مع شعارنا اليوم، ومن المهم أيضا الأصل الآخر الذي نتحدث عنه هو المرور طبعا أو الاحتفال بيوم التسامح العالمي. دمجنا الاثنين في الحقيقة، لأن في الواقع مدارس البحرين لديها هذا التعايش السلمي، سواء كانت مدارس خاصة أو مدارس حكومية. المدارس الخاصة في الحقيقة من أول ما فتحت، أول مدرسة لدينا طبعا مدرسة إرسالية العام 1892 ثم 1899، في الحقيقة المجتمع المتسامح هذا فرض عليها هذا النوع من التعامل مع الطلبة وهذا النوع من القبول بالآخر. وتأتي طبعا المرحلة الثانية في عام 1919 عندما فتحت الهداية الخليفية، مدرسة الهداية الخليفية التي بلا شك قبلت كل أهل البحرين، سواء كانوا بحرينيين أو مقيمين، من كل الأجناس، من كل الأديان والمذاهب، وكذلك طبعا البحرينيين أو غير البحرينيين. وبالتالي نحن نتميز في الحقيقة منذ سنين طويلة بفضل القيادة السياسية لآل خليفة للبحرين منذ أكثر من 300 سنة. في الحقيقة نتميز بهذه الميزة التي تجمع كل المذاهب والأديان والأعراق تحت فصل واحد، صف واحد فيه تلاميذ مختلف هذه الطوائف والأديان وغيرها. وهذا طبعا يرجع مثل ما ذكرت إلى القيادات الحكيمة التي مررنا بها وتعاقبت على حكم البحرين منذ أكثر من حوالي 300 سنة الآن. وطبعا جلالة الملك في الحقيقة حفظه الله بلا شك أنه استمر في نهج هذه السياسة التي صاح طبعا أن من خلالها يدعم الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ويطرح طروحاته وأفكاره ورؤيته لمستقبل البحرين المبني على هذه القاعدة التاريخية الهامة، والتي جميعنا في الحقيقة نمتن إلى جلالته في هذه المسيرة، مسيرة الخير، مسيرة السلام، ويستحق بذلك أن يخاطب بملك التسامح. نعم سعادة الشيخ، احنا يعني مبارك لكم هذا النجاح الكبير في يعني أعمال هذا المؤتمر، والذي يعكس بكل واقع ما تتميز به مملكة البحرين من تسامح وتعددية وقبول للجميع على أرضها الرحبة. سعادة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، شكرا جزيلا لك.